حدثنا اصبغ عن ابن وهب قال اخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن قال ذكرت لعروه قال فاخبرتني عائشه رضي الله عنها ان اول شيء بدا به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم انه توضا ثم طاف ثم لم تكن عمره ثم حج ابو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله ثم حججت مع ابي الزبير رضي الله عنه فاول شيء بدا به الطواف ثم رايت المهاجرين والانصار يفعلونه وقد اخبرتني امي انها اهلت هي واختها والزبير وفلان وفلان بعمره فلما مسحوا الركن حلوا